الذي نرجعنا لكم في بث مباشر آخر من شارع تادلة بمدينة المحمدية على مستوى الشارعي المقاومة والرياض. كما كتشوفوا هذه السيارة هذه اللي انقلبت الآن. رجال الأمن بطبيعة الحال كما كتشوفوا وقبل ما نجيو كيحثوا المواطنين باش يبتعدوا على المكان. إذا حنا بدورنا نبتعدوا على المكان لأنه سيارة ديباناج غترجع الوضع الطبيعي ديالها. إذا بقاو معنا في هذه المشاهد كما كتشوفوا بالصورة. إذا بطبيعة الحال أصحاب هاد السيارات ديال الجر ديباناج عندهم تجربة في هذا المجال هذا. إذا بقاو معنا في هاد المشاهد. إذا انقلاب سيارة. أصحاب السيارة تم نقلهم للمستشفى. قالوا لنا زوج والزوجة ديالو الحمد لله. كنتمنى ما تبقاش تكونش واقع عليهم شي حاجة صعيبة. الحديد كيتعوض. اذا كاين جوج سيارات ديال ديباناج ومجموعه كبيره ديال رجال الامن بمن فيهم يعني رئيس مصلحه السير والجولان. اذا بقاو معنا في هذه المشاهد. هو صراحه كاين خسائر كبيره بالنسبه للسياره ولكن عاود نقولها الحديد كيتعوض. خسائر ماديه باينه السياره يعني وضعيه خطيره مقلوبه. كما كتشوفوا بعد شويه لانه بعض الاشلاء ديال السياره. اش بان لكم في بحال الحديث هذا؟ اش غادي تقول لنا؟ النصائح للسائق نصيحة عادية هذه النصيحة. نو كومنت. نو كومنت بدون تعليق بدون تعليق. شكرا. شوفوا معنا مباشرة. ليش واحد شوية واحد شوية. لا 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 ما لا لا موقع والو الحمد لله. الحديد كيتعوض ياك. الحديد كيتعوض. كيتعوض والله ما تجيش عاف الصحة. ما تجيش عاف الصحة. هذاك الشيء اللي كنتمناه. لا الحمد لله ما مات حتى شي واحد. هذا هو المهم. حضور رجال الامن بمن فيهم رئيس مصلحة السير والجولان التابع لمديرية الامن المحمدية. وايضا حضور جوج ديال السيارات ديال ديباناج كما كتشوفوا بالصوره. اذا الان المواطنين غادي يعاونوا باش هاد السيارات تقلب وما يكونش فيها اضرار كثيره. اذا كما كتشوفوا بالصوره. اذا برافو عليهم. اذا ولكن هناك خسائر. ولكن هناك خسائر كثيره. خسائر كثيره بالنسبه للسياره. سيارة يعني تحمل أرقام أجنبية. هذا مهاجر كمال. ولكن حنا كنحاولوا ما نقدروش نبينوا الأرقام ديال السيارة. كما كتشوفوا بالصورة. عزيز ماشي الوداد حيد 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 حيد.
إذا كما كتشوفوا الصورة جوج سيارات ديال الجار، إذا غادي يهزوا السيارة في الديباناج. معنا باش ناخذ لكم هذا الحديث هذا من زاوية أخرى. إذا كتشوفوا السيارة الخسائر ديال السيارة الأخرى اللي تصادمت معها، أنتم كما كتشوفوا في الصورة. إذا انقلاب السيارة الآن تم ارجع الوضع، ارجع الوضع الطبيعي ديالها، ولكن هناك خسائر كما كتشوفوا بالصوره. إذا كما كتشوفوا الشارع مقطوع منه، يعني عملية المرور. كنشكر رجال الأمن على المجهودات اللي قاموا بها والمتاعين اللي قاموا به بخصوص هذه الحادثة، انقلاب سيارة والاصطدام ديالها بعدد من السيارات. إذا غادي يتم الآن جر السيارة اللي كانت مقلوبة بواحد الشكل غريب جدا. بسلامة لالا، بسلامة. ما يكون عندكم بيس. إذا المشاهدين نكتفي بهذا القدر هذا، وقام معنا تشوفوا هذه العملية الأخيرة. إذا عملية جر السيارة. إذن خسائر كبيرة بالنسبة للسيارة، ولكن الحمد لله موقع والو أصحاب السيارة. الحديد كيتعوض بطبيعة الحال رغم الخسائر الفادحة اللي تكبداتها هذه السيارة هذه. كتشوفوا معنا حضور السلطات والسلطة تابعة المقاطعة الرابعة. إذا خسائر فادحة بالنسبة للسيارة.
ولكن الحمد لله الحديد يتعوض. إذا بقاو معنا مشاهدينا في هذه المشاهد اللي كنقول لكم مباشرة من شارع تادلة بالمحمدية على مستوى شارعي المقاومة والرياض. الآن عملية جر السيارة من خلال سيارة الجر الديباناج. كنحييو رجال الأمن والسيارات ديال الديباناج. إذا مشاهدينا نكتفيو بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر، دمتم بخير وإلى اللقاء. إذا هذه الخسائر كما كتشوفوا الزجاج ديال السيارة. إذن إلى اللقاء.